الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تكلمنا الأمس عن صفة الحج من الابتداء إلى نهايته، واليوم نقرأ إن شاء الله بسرعة ونقف عند السنن والآداب والأحكام المتعلقة بالحج، فما بنقف إلا وقفات خفيفة. أمس شرحنا بالتفصيل أي حاجة، شكل الرحلة من البداية لحد النهاية، لكن اليوم ما بنقف كثير إلا تعليقات خفيفة. التعليق هنا في المسألة الرابعة هي إنه الإنسان يحرم بعد الصلاة، لو أدرك فريضة يحرم بعد الفريضة، ما أدرك فريضة يحرم بعد صلاة ركعتين. نعم. والأولى أن يكون إحرامه عند ركوبه مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة؟ رواه البخاري ومسلم. خمسة: ولا يتجاوز. نعم، يعني وصفنا أمس إن الإنسان يصلي الفريضة أو نافلة ثم ينزع بعد ذلك ثيابه ويغتسل يتطيب يلبس الإحرام، بعد ما بيهل بالعمرة أو الحج إلا بعد ما شنو يستوي على الراحلة، بعد ما يركب على الراحلة بعد ذلك يقول: اللهم لبيك حجا لو كان مفرد، عمرة لو كان متمتع، عمرة في حج لو كان شنو قارئ. نعم. خمسة: ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الحديث وقد تقدم في بيان المواقيت. نعم. ستة: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا في الحج. من كان قبل المواقيت، يعني ما بين الميقات مثلا ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، والإنسان إذا كان بين المدينة ومكة، بين المدينة وبين مكة، يحرم للحج من مكانه، وحتى أهل مكة يحرموا من شنو؟ من مكة، يحرموا من مكة، إلا أهل مكة لو أرادوا العمرة يعملوا شنو؟ أهل مكة يطلعوا إلى الحل التنعيم أو كذا. وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة. نعم. وأما إحرام من في حكمهم بالعمرة فيكون من الحل. من الحل، يعني يخرج خارج حدود الحرم، كمسجد عائشة، التنعيم أو الجعرانة أو غيره، يعني يخرج إلى الحل. نعم. لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم. نعم. وهنا أخواننا تنبيه على مسألة مهمة: اعتمار عائشة بعد شنو؟ بعد الحج. انتبهوا، بعد الحج اعتمرت عائشة، ما هو السبب؟ لماذا؟ لأنها أهلت في الأول بالعمرة. انتبهوا، أهلت في الأول بالعمرة فحاضت ولم تتمكن من الطواف حتى دخل الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تنفر مع الناس إلى الحج يوم الثامن، نفرت إلى الحج، وفي الحالة دي هي أصبحت قارنة، كانت متمتعة في الأول، لكن لما ما قدرت تطوف، لأن التمتع لابد تكمل شنو يا أخواننا؟ العمرة، لابد تكمل العمرة، ما كملتها، فبقت قارنة،
فهي ذهبت وقضت حجتها، ثم بعد ذلك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في شنو؟ في إنها تعتمر. ولذلك يا أخواننا ليس من السنة أن يعتمر الحاج بعد الحج إلا ما كان له مثل ظرف عائشة رضي الله عنها، لأنه كثير من الناس وخاصة السودانيين أول ما خلص الحج طوالي بيشتغل التنعيم ويعمر، التنعيم ويعمر، يقول لك عمرة لأمي وعمرة لخالتي وعمرة لعمتي، وإن كان أجازها بعض أهل العلم، لكن يا أخواننا السنة إنه في السفرة الواحدة عمرة واحدة أو حج. انتبهوا للمسألة دي، سفرة في السفرة إذا أنت تعمر عن والدتك الميتة أو عن أبيك الهرم كبير في السن ما في مشكلة، لكن سافر له سفرة براو، دي السنة كده يا أخوان. ولا يعمر عن إنسان إلا لأحد أسباب ثلاثة: أن يكون هرما لا يستطيع كبير في السن، أو أن يكون ميتا، أو ثلاثة أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، إنسان أصابه شلل مثلا ونحوها ما يستطيع، للأسباب الثلاثة دي تعمر عنه. لكن ما ممكن يكون وادخالتك قاعد هنا وشغال في بنك الخرطوم وما شاء الله عنده قروش وعنده صحة تبارك الله، وبعد تقول أنا دار أعمر عنه، ما يجوز. نعم. وفي حرام أهل مكة للعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم. نعم. كما أن في حرامهم بالحج من مكة ورجوعهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. نعم، لأنه أهل مكة غير الآفاقيين الناس الجايين من بعيد، ذلك ما أصلا جمعوا بين شنو؟ بين الحل والحرم. أما أهل مكة ما بيجمعوا بين الحل والحرم إلا في خروجهم للعمرة أو في خروجهم إلى عرفة، لأنه عرفة في الحل ولا الحرم يا أخوانا؟ عرفة في الحل ما في الحرم، برا الحرم. نعم. ثمانية: والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتألم، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن لذي الحجة فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي، وهو شاة أو سبع أو سبع أو سبع بدنة أو سبع بقرة. البدنة هي؟ والسبع البدنة كيف يعني؟ يعني اشتركوا فيها سبعة، اشتركوا فيها سبعة وأقل، ما يكون أكثر، سبعة وأقل. والأضحية نفس الحكم يا أخوان، يعني الناس لو داروا يشتركوا في الأضحية يشتركوا سبعة في بقرة أو ناقة، سبعة فأقل. أما الخراف ما يشتركوا فيها الناس، ما تمشوا تلقطوها شيرينج في البيت إنت وأخوك وأبوك، تلقطوها شيرينج الخروف، ممكن تلقطوها لكن يكون بيسين واحد منكم، المضحي واحد، أنتوا الباقيين دين مساهمين معه بس. لا يجوز الاشتراك في الخراف، الاشتراك في البقرة والناقة. نعم. ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الثلاثة أيام في الحج دياتا أزلوا ما لقى الهدي، يصوم ثلاثة أيام في الحج، وهي يوم العيد ما يجوز صيام، 11 و12 و13 يكون صايم أيام رمي الجمرات، هي أيام التشريق، وده مستثنى، الحكم ده مستثنى. الهدي ده ممكن تاكل منه، يعني لأنه قلنا دم الهدي هو دم شكران لا دم شنو؟ جبران. ودم الشكران ممكن تاكل منه. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 ناقة، نحر أغلبها بيده عليه الصلاة والسلام، ودي يا أخواننا قوة عجيبة جدا. أنت هسه لو أقول لك اذبح 3 خرفان ما بتقدر، تجرس ويدك توديها وين ما تعرف. وأكمل الباقي علي رضي الله عنه، وجمع من كل واحدة جزء وجعله في قدر واحد، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ويوز تأكل منه لكن ما كله تودي لأهلك، لا منه،
والباقي يوزع على فقراء مكة، ما ينقل، فقراء مكة بس. نعم. لقول الله عز وجل: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الدم الواجب على المتمتع، ومثله القارئ دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة. طيب، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لمن لم يكن من أهل مكة، لأنه يا أخواننا الأفضل لأهل مكة حج القران، أقصد الإفراد، الأفضل لأهل مكة حج شنو؟ لأنهم باقين في مكة قاعدين، ممكن يعمروا في وقت تاني، فما يجمعوا بين شنو؟ الحج والعمرة. ولذلك الأفضل في أهل مكة حج ماذا؟ الإفراد فقط. والإفراد فيه هدي ولا ما فيه؟ ما فيه هدي أصلا، عشان كده قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. وليس جمع بنقص، والقران ان يحرم بالعمره والحج من الميقات، فاذا وصل طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروه. طواف القدوم قلنا لمن؟ اثنين منهم، للمفرد والقارئ. المتمتع عنده طواف قدوم، عنده عمره، طواف القدوم للقارن والمفرد، وبيسمى بطواف الورود، او طواف التحيه، ده كلها اسماء، التحيه او الورود او شنو؟ القدوم. نعم. أيوة، اللي عندهم هدي، ما هو الهدي أصلاً للزول المتمتع أو القارن، دين الاثنين عليهم الهدي، المتمتع أو القارن. أما المفرد بحج فقط ما معه عمره، ما عليه هدي أصلاً. وأهل مكة إحنا قلنا الأفضل لهم شنو؟ الأفضل لهم يحجوا مفرد ما قارن، يعني ما يقرن عمره مع حج مع بعض، ولا متمتع عمره مع حج، يكون مفرد. ليه؟ لانه اصلا هو موجود في مكه، ممكن يعمر في وقت ثاني. وعمر الخطاب رضي الله عنه بيقول: ذلك اتم لحجه وعمرته. لما انت تجي حج براو مش بتتمه تمام؟ افضل لما تكون قارن معه عمره وتجي عمره برا. فعشان كده الصحابه بيروا انه الافضل الواحد يجي حج براو وعمره برا. ده راي عمر الخطاب وابو بكر قبله وعثمان بعد. نعم. وسعى بين الصفا والمروه وبقي على احرامه الى يوم النحر، فيتحلل من الاحرام بعد رمي جمره العقبه وحلق وحلق الراس او تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. وعليه هدي كالمتمتع. نعم. والمفرد ان يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. نعم. في اشتراك بيناتهم إلا في أمور بسيطة حتتضح لنا بعد شوي. نعم. وأفضل الأنساك التمتع، لأن الجملة دي يا أخوانا ليس على إطلاقها. أفضل الأنساك التمتع. نشوف رأي المؤلف شنو، وبعدك نشوف الراجح في المسألة. هو بيقول أفضل الأنساك شنو؟ التمتع. هذه الجملة نقول ليس على إطلاقها، هي مقيدة، لكن نشوف كلامه إلى الآخر. نعم. لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه، منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا. ساق هديا يعني شنو؟ يعني اشترى الهدي جابه معه. نعم. ولم يكن ساق هديا أو أن يفسق
أن يفسق إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا للهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقالوا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلل. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه. نعم، لأن من ساق الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، يعني مكان ذبحه ليس له أن يحل، ولذلك ما حل النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل نسكه شنو التمتع. نعم. عشرة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع وذهب الجمهور إلى وهو قول الشيخ الألباني، القول الذي نصره الشيخ الألباني وجوب التمتع. نعم. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا ليثنينهما. نعم. الخلاصة، المصنف يرى الأفضل ياتو التمتع، والراجح في هذا الأقوال الأئمة فيه عند المالكية الأفضل الإفراد، يحج الإنسان مفرد، وقالوا هذا لفعل الصحابة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ولقول عمر رضي الله عنه فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. الإنسان لما يفرد الحج بتم الحج وبيحسن المناسك. وذهب الأحناف إلى أن القران أفضل، والعلة قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حج شنو؟ قارن. شوف أي واحد منهم عنده حجة قوية. وذهب الحنابلة إلى أن الأفضل التمتع، لأنه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن حييت إلى قابلة لأحجن متمتعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا هو الأفضل لأنه أرشد له الصحابة. ابن تيمية عليه رحمة الله قال قد يكون الإفراد هو الأفضل والتمتع هو الأفضل أو القران هو الأفضل، جمع بين الأقوال الثلاثة. أيوة، على حسب حال الإنسان. قال أما من اعتمر قبل أيام الحج، ذول اعتمر، فالأفضل في حقه الإفراد. ذول اعتمر قبل الحج فالأفضل في حجه شنو؟ الإفراد. لماذا؟ ليكون أتم لحجه. يعني مثلا ذول عمر في رمضان أو قبل رمضان، عمر قريب، فهو ليس بحاجة إلى الجمع بين الحج والعمر، فالأتم في حقه إعمالا للنصوص كلها إنه يحج شنو؟ مفرد. قال وأما من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، لأنه قال
لأنه هو الذي اختاره الله لنبيه. قال: ومن لم يسق الهدي ولم يعمر فالأفضل في حقه التمتع، لأنه الذي اختاره النبي لأصحابه. فجمع لك من الأقوال دي كلها، بعدين تشوف نفسك وين واختار النوع اللي انت يناسبك. نعم. إلى شر والمقارن والكفر إذا سرقا معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقيا على إكرامهما حتى يبلغ الهدي محلا. الهدي محلا، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وإذا لم يسرقاه أو يحملاه فالأفضل في حق ما فسق إحرامهما إلى عمرة، فسق إحرامهما إلى عمرة لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. أو المعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم يروي حجا نحر هديه إذا أتم عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته، فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم العمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، رواه البخاري ومسلم. وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما. مميزا أي يدري ما يفعل، بلغ من السن ما يميز به السؤال ويرد الجواب، يعني ممكن يكون من 6 سنوات 7 سنوات صار مميزا. وإن كان غير مميز أحرم عنه ونويا عنه، وليس الإحرام بالصبي والجار واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه، والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حجة الإسلام. نعم، لو حج الصبي مع أبويه ثم كبر في سنه واجب عليه شنو؟ أن يحج حجة الإسلام. نعم. بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدم في الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجاري على رمي الجماع رمى عنهما وليهما. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أن يرمى عنه، ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار. وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساعي، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساعي. يعني ما يطوف طواف لحامل، المرأة لو شايلة معها صبية فهي تطوف به، لكن ما تطوف لنفسها وتاني تطوف للصبي. نعم. ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وقد تقدم في شروط الحج والعمرة. نعم. وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويا الدخول في النسك، ويفعلان ما يفعله
غيرهما إلا الطواف. لا يشترط في الإحرام شنو يا أخوان؟ لا يشترط فيه الطهارة. نعم. إلا الطواف بالبيت، إنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت له محمد بن أبي بكر. ولذلك محمد بن أبي بكر مختلف في صحبته، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مميزا، وفي حج النبي صلى الله عليه وسلم مات بعده، النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع، هي حجة وحيدة. ولذلك الراجح أن محمد ابن أبي بكر ليس صحابيا، إنما هو من التابعين. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. واستسفري بمعنى أي استتري بثوب، أسري مكان الدم بثوب، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاه الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تظهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، رواه البخاري ومسلم. نعم. 14 ولما لم يحصل من عائشة الديان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحج، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، أي أقرب منطقة للحل. نعم. فاعتمرت منه، ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج فعمرة عائشة. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة، فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه بانتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها. لاحظت الاستدلال قوي جدا، لأنه لو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم أسرع الناس للخير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما فعلوا ذلك. يجوا الليلة عندنا إحنا ماشيين عمرة لفلانة وعمرة لعلانة وعمرة، يسازقوا من التنعيم إلى الحرم، من التنعيم إلى الحرم. ولا سيما يترتب ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم كلها هو داخل إلى مكة، ليس منها شيء أتى به وهو خالي من مكة. نعم، هو داخل إلى مكة، لاحظ العمرة وأنت داخل إلى مكة، ما يكون إنسان خارج من مكة ويعمل عمرة ويرجع يعمل عمرة، خارج ويعمل عمرة. نعم. أيوة، ذل داخل إلى مكة يعمر، أما ذل خارج منها يطلع طوال يمشي. مستشرق يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، إزار
إزار نعم إزار ورداء ونعلين ده للرجل وللمرأة ويجوز الساعة والنظارة والقاش والموبايل طبعا لكن أكفل طيب رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ويستحق أن يكونا أبيضين نظيفين وللمحرم غسلهما إذا اتسخا غسلهما إذا اتسخا طيب الأبيض للرجال فقط أو يستحب أيضا للنساء للرجال فقط الاستحباب الأبيض للرجال فقط أما النساء لا يشترط لهم لون معين حجت عائشة في ثوب معصفر معصفر يعني شو مورد في ثوب معصفر فما يشترط للنساء اللون الأبيض ولا غير من الألوان يعني على ورود اي نعم يعني ما هو الشيء الزينة الشاذة لكن يكون فيه شكل ما في بأس وللمحرم غسلهما عند التسخاء وإنذارهما عند الحاج وله أن يغتسل أثناء إحرامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بير ذي طوى ذي طوى نعم رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولعلي بن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه من ذلك رواه البخاري ومسلم 16 في تجرب الناس من ثيابه المعتاده ولبسه ازارا ورداء واستواء الناس في لبس الاحرام استواء الناس في لبس الاحرام واستواء نعم في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير نعم. والمأمور في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان لباس الأكفان عند الموت نعم. فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى أشبه شبه شديد بين لباس الإحرام وبين الأكفان ولهذا يستوي الجميع والإنسان يكون في مناسك الحج بين الناس والناس في مظهر واحد ومنهم الفقير والغني والأمير والغفير وغيره والناس سواء في لبس واحد وده فيه يا أخوان التنبيه مرة تانية على إنه الإنسان ما يكون عنده أي ملابس داخلية تحت الإحرام في واحدين بيرفضوا يقول لك ما ممكن أصله يا مولانا ألبس الإحرام ما في أي شيء ما ممكن أصله يا زول طلع هدومك دي كلها بيعمل غلاط في ناس غلطوا في الموضوع ده غلاط شديد نعم ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره نعم عشان كده يا أخوانا الإنسان المتمتع ما برجع إلى أهله المتمتع يبقى في مكة نعم ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع هذا في من خرج لعذر معين أو لحاجة يعني إنسان بعد ما أتى بالعمرة وجلس في مكة خرج لأمر معين خارج الحرم إلى المدينة ونحوها وبعد ذاك لما يرجع الأفضل يأتي بعمرة جديدة ده لمن خرج لحاجة لكن الإنسان ما يخرج شنو من أجل الإتيان بعمر متعددة وده يطلع فيه نفس الكلام اللي قلنا قبل نعم 18 ولمن حج
ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره ممن تجوز النيابة عنه فرضا أو نفلا. ونفلا سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وفرق بين من يحل ليأخذ ومن يأخذ ليحل. نعم، انتبه للعبارة دي. يجوز للإنسان أن يحج عن غيره نفلا، يعني تبرعا، ويجوز أن يحج بمقابل لا يكون أجيرا، ويزول يقاول قوال على الحج هاك حج لنا واعتمر لنا ويكون دي مهنته. لا، لاحظوا العبارة اللي قال وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج. الفرق شنو؟ من يحج ليأخذ ده قصده شنو؟ قصده المال. طيب، ومن يأخذ ليحج ده قصده الحج، لكن هو ما عنده قروش ويقول لك أنا داير أحج وإنت زول عندك مال لكن ما بتقدر، أصبت بمرض مزمن بشلل نحو ذلك، يقول لك خلاص الدين بحج لك. فده أخذ ليحج، والمقصد بتاعه شنو؟ الحج، فهذا جائز. وذاك حج ليأخذ، لاحظ حج ليأخذ، فمقصد الأساس شنو؟ المال. وده مذموم للأحاديث الكثيرة اللي ذمت من يعمل للدنيا والآيات. لا، من يستعفف يعفو الله. الإنسان إذا كان ما عنده يستعفف ما يسأل، لكن لو ذاك تبرع له يأخذ ويحج، لكن ما يسأل ليحج. ومن يستعفف يعفو الله. نعم. فإن الحج لآخذ مذموم، لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود، لأن الأخذ به وسيلة والحج غاية. نعم. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به، فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عنه غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يترقص بما نوى فيقول لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: حجدت؟ فقال: لا. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم، الإنسان يحج عن نفسه شنو؟ أولا. نعم. ها؟ لا، ما يجزي. الفريضة أصلا ما يشترك فيها، دائما الفريضة ما يشترك معها غيرها. يعني لو عندك نافلتين اشتركوا في الصفة، نافلتين اشتركوا في الصفة صفتهم واحدة، واشتركوا في الوقت ممكن تعمل واحدة منهم بينيت الاثنين، أما الفريضة ما يدخل معها غيرها أصلا. لاحظ، انت داخل المسجد في نافلة اللي هي شنو؟ تحية المسجد، وعندك ركعتين الاستخارة او ركعتين الرقيبة، الصفة واحدة صحيح؟ تخش تصلي ركعتين تحية المسجد والرقيبة وتجلس، نيتين وشنو؟ وعمل واحد، نيتين مع عمل واحد، لانهم الاثنين نوافل، نفل مع نفل. أما الفريضة
ما بيجمع مع غيره. يعني الآن لو أنت فاتتك الركعتين بتاع شنو تحية المسجد صح، وجيت دخلت لقيت الناس بيصلوا في الفجر، مش برضو ركعتين؟ ما بيجوز لك تجمع ركعتي الرقيبة مع شنو؟ مع ركعتي الفجر. ليه؟ لأنه الفجر فريضة ما يجمع معه. عشان كده أنت بتحج عن نفسك الفريضة، فالحج يكون إما الفريضة عن نفسك أو نافلة عن نفسك أو عن غيرك. لا ركعتين الرقيبة، أنت ما عندك الرقيبة ركعتين، وعندك صلاة تحية المسجد ركعتين، تصلي ركعتين بالنيتين الاثنين، بنية تحية المسجد ونية شنو؟ الرغيبة يكفيك. والله أنا شيل بعرف نيتين أكثر دي غايت ما بعرف. لا ما في بين كل أذانين صلاة دي ما فيها الرقيبة هنا، أما الفجر ما فيه تاني ما في زيادة. أي نعم. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد له ثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الدبي، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق وإسناد الحديث حسن. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الوليد طرقا يكون منها صحيحا غريبا، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي بن الملقن وابن حجر. وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. نعم. ويجوز حج المرأة عن الرجل لحديث الفضل ابن عباس في حج الخثعمية عن أبيها، رواه البخاري ومسلم وتقدم في شروط الحج والعمرة. نعم. ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضي؟ قال نعم. قال فقد الله فهو أحق بالقضاء. نعم، يصوم الإنسان عن غيره أو يحج عن غيره النذر، هذا حد نذر. نعم. والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنه ثلاثة: الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث الحج الخزعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه لبيك عمرة وحجة، ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم لبيك يا رسول الله، وفي بعضها لبيك وسعديك، ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث 128 و 457 و 5375 و 6268 و كتاب الأدب في سنن أبي داود
باب تولي الولادة فيقول لبيك. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يطوف رجالا وعلى كل ضامر يأتيها من كل فج عميقة فإذا وصل المسلم إلى الميقات. نعم لبيك يعني أجبتك، لأن ربنا قال لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، وأذن يعني وأعلمهم كلمهم بالحج، وأذن في الناس بالحج. فزول لو نادوه بيقول شنو؟ يقول أجبتك لبيك. فكلمة لبيك أجمل وأحسن من كلمة نعم، هي أجمل وأحسن. نعم. وإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب بحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية هذه جاءت عن المشركين، كان بيلبوا صحيح؟ كان بيلبوا، لكن بيقولوا شنو؟ إلا شريكا. لاحظ التناقض، يقولوا لا شريك لك لبيك، وبعد ذلك يقولوا شنو؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمعهم في التلبية يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول قد يعني قفوا عند هذا، انتهى الكلام خلاص، قفوا قد. وهم يقولوا بعد ذلك شنو؟ إلا شريكا هو لك، فيخرب أي حاجة. نعم. نقل أول البخاري ومسلم مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية ولا يزيد على هؤلاء الكلمات، وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح عن شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. إله الحق، نعم، كان يلبي لبيك إله الحق. نعم. وفي صحيح مسلم عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله، والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. واشتملت التلبية أيضا
على تعظيم الله والثناء على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك، مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم، فيظهر يا أخواننا من هذا أن من مقاصد الحج تحقيق التوحيد، هذا من مقاصد الحج، بل من مقاصد جميع العبادات التوحيد، والعبادات كلها تدور على التوحيد. فلاحظ الحج أول ما يلبي الإنسان يلبي بالتوحيد، لا إله إله الحق، لا إله إلا أنت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لأن الحج كان معروفا عند المشركين، كانوا يحجوا ويعظموا المشاعر، كل المشاعر اللي بنتكلم عنها الآن، منى ومزدلفة والبيت، كلها كانت معظمة عند المشركين، كانوا يعرفوها ويحجوا ويهلوا. لكن لما كان في حجهم تعظيم الآلهة الباطلة وإشراك هذه الآلهة مع الله في العبادة، في التلبية يشركوها، وفي الدعاء يشركوها، وفي تعظيمها وحرمتها يشركوها مع الله سبحانه وتعالى، كانت عبادة فاسدة. ربنا سبحانه وتعالى يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. عشان كده أخواننا من أعظم مقاصد الحج التوحيد، ومن كان عنده خلل في التوحيد فيراجع التوحيد قبل النفر إلى الحج، راجع التوحيد أول حاجة. بل من أعظم ما يستفيده الحجاج في حج بيت الله تعالى تعلم التوحيد، زين يتعلم التوحيد ويعرف كيف يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إنه ربنا ما يقبل أن يشرك معه أحد ولو كان معظما ولو كان نبيا مرسلا. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. عشان كده يا أخواننا من المقاصد العظيمة، وتظهر قيمة التوحيد في مشاعر الحج، ما من مشعر من المشاعر إلا وفيه لمسات واضحة جدا في التوحيد، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتلبية والوقوف بعرفة. يا أخي الوقوف بعرفة الناس يرشدوك إلى أن السنة تستقبل القبلة وتدعو ربنا، ما تقبل على الحجر، حجار بتاعة الجبل تلال، تستقبل القبلة وتدعو ربنا وتدعو النهار كله، والناس كلهم بيدعوا في الله، لا في قبر هناك ولا في قبة ولا في ضريح ولا في معظم ولا في سيد من السادة، الناس كلهم سوا، الشيخ بتاعك واللي بتدعوه العظيم والكبير كلهم بتلقاهم سواء، كلهم بيدعوا في الله. وهذا من أعظم مشاهد التوحيد، كلهم بيسألوا في ربنا سبحانه وتعالى. فاستواء الناس في الحج ومشاعر الحج، الإنسان لو ما خرج منها من الفوائد العظيمة بتاعت الحج إلا بتحقيق التوحيد يكون استفاد. نعم، ولذلك يا أخواننا كثير من الناس ما فهم التوحيد، لأنه ظن أن المشركين ما كانوا يعرفون الله أصلا ولا يعبدون الله أصلا ولا يعرفون المشاعر ولا يعرفون لله حرمة ولا كذا، وهذا غلط، هذا غلط. لا بد أن يعرف الناس أن المشركين كانت لهم عبادات وكانوا يعرفون الله ويتقربون إليه ويعظمون البيت الحرام والمشاعر، كل ده فيه.
لكن لما جعلوا لله الوساطة في العبادة كانوا مشركين. هذا السبب. الناس لو فيهم النقطة دي يفهموا التوحيد. لكن الآن المسلسلات خدعت الناس، صوروا لهم من الشرك ده بس زول خدت له حجر قدامه وبيعبث في الحجر ده، لا بيعرف الله، لا ده يتقرب لله، لا ما يعرف شيء. وإنسان لو قرأ في كلام العرب يعرف تعظيم لهذه الحرمات. كلام أبي طالب في الأول لما كان بيستعيذ من شر قومه، وكان بيلجأ ويحتمي بحرمات مكة، هم حاصرون في الشعب. بعد ذلك خرج أبو طالب في القصة بتاعت الصحيفة، لما مزغت الصحيفة وما فضل فيه إلا اسم الله سبحانه وتعالى، ومزغت دابة الأرض. بعد ذلك كلموا قالوا أن الصحيفة مزغت. المهم قصة طويلة، خلاصتها إنه بعد ما تيقنوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كلموا بالصحيفة القاعدة في بطن الكعبة وهم عارفينها، والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر في الشعب، الشعب دي الوادي اللي كان فيه شعب أبي طالب، شعب بني هاشم. كلموا به وجوا الكعبة، طلعوا الصحيفة قالوا لقوا صح مزغت وما فضل إلا اسم الله سبحانه وتعالى، وغدرهم وخيانتهم وقطيعتهم للرحم كلها ذهبت. بعد ما عرفوا صدقه قالوا لا ما بنخلوه بعد، وحاصرهم في الشعب وقاطعهم. فخاف أبو طالب على نفسه والنفر المعاو، فأخرج القصيدة بتاعته ليحتمي بحرمات ويتعوذ بحرمات مكة المعظمة عند قريش. بقى من بدايته كلهم يقول لهم وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال ده الجبل بتاع جبل الرحمة، إلى مفض الشراج القوابلي النوق اللي بيجيبوها المتقابلة، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول يعني بالوادي من إسافة ده صنم حقهم ونائل موسمة الأعضاد دي النياق بتاعتهم أو قصراتها مخيسة يعني النياق المدربة، ودي بيحترموها في الحج المروضة، مخيسة بين السديس ده الجمل تم 6 سنوات وبازلي تم 7 سنوات كويس وماشي بيستعيذ بالحرمات، وبالجمرة الكبرى إذا عمدوا لها. الجمرة الكبرى دي ذات اللي بيحجوا لها الناس الليلة، كانوا يعرفوها ويعظموها، يقول لهم وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل، الجنادل دي الحجارة اللي بيرموا بها. شوف المشاعر دي كلها عندهم ولا ما عندهم؟ وليلة جمع دياته بالمزدلفة والمنازل من منى، وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إدام المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل. وليلة جمع كلها استغاث بها وبيداء واستغيث بيداء، وإن كانت استغاثة شركية، لكن الشاهد وين؟ إنه المشاعر دي كلها بعرفوها، كلها بعرفوها كويس. قال لهم قياما مع المستقبلين رتاجهم، الرتاج ده مفتاح البيت أو المقبض بتاع البيت الحديد بتاعه، قياما مع المستقبلين رتاجهم لدى حيث يقضي حلفه، الحلف يعني المشعر، كل نافل النافل يعني الزول اللي بيجي يحج نافلة، وحيث ينيخ الأشعرون، الأشعرون زول جاي بشعره، الحاج جاي بشعره ما مقصر، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إسافة ونائل وغيره، كلام كثير بيعرفوا ده يا إخواننا، ويعرفوا الحج ويعرفوا الحرمات ويعرفوا الله ويدعوا الله، لكن لما جعلوا له شنو؟ شركاء وسائط، كانوا مشركين. يجي زول لا يقول لك لا الشرك ده بس الا زول يكون شنو؟ ما بيعرف الله، انت معناه ما بتعرف الشرك، عشان كده ما حد عارف التوحيد. ما بتعرف الشرك ما حد عارف التوحيد. طيب نعم. ربع يستحق للرجال ربع الصوت بالتكبير لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. أيضا قال الصحابة: جئنا إلى الحج ونصرخ بالحج صراخا. التلبية شو؟ صراخا بأعلى الأصوات. نعم. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي: عقل الحليم، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. خمسة: ويبدأ بالتلبية من حين إحراق الحج أو العمرة، ويقطع أنحاء التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة. ده الراجح. الفقهاء اختلفوا هل يوقف التلبية لما يصل الجمرة ولا بعد ما ينتهي. الراجح بعد ما ينتهي. نعم. في حديث الفضل بن عباس في ذلك قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يربي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصار أو عدة تمام الرمي. فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي. ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يربي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. هذا من الشواهد، قطع التلبية بتين مع آخر حصاة. نعم. قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. نعم. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمد. وبعده قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. وقد تصحب في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. نعم. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف. صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي، وعزى الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منه سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا إسناده ضعيف. نعم يا إخوان، المعتمر قلنا يقطع التلبية بتين عند رؤية الكعبة فيستعيد إلى الطواف. وهنا يا إخواننا سنة مهجورة، عند أول رؤية للكعبة وانت داخل هنا دعوة مستجابة. صحيح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أول ما انت دخلت ونظرت إلى الكعبة مباشرة فهنا لك دعوة مستجابة، فادعو بما شئت وتهيأ للطواف. والطواف الأول ده دائما يختلف من الطواف الأخير، طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع. الطواف الأولاني فيه شنو؟ الاضباع. الاضباع يعني كيف؟ انت ما لابسها القطعة الفوق دي تفوت على كتفينك من فوق، لما تجي تضبع ده بتخليه في الكتف، وده بتجيبه شنو؟ بتحت الإبط، تخلي كتفك الأيمن ده كله شنو؟ برا. نعم. دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها. ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس
فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني ما يدخل مكة. ولهذا غير المسلمين في مكة لهم طريق غير الحرم، ما يدخل الحرم، ما يدخل الحرم أصلا. نعم. وهذا فيه يا أخواننا من الفوائد أن الصلاة ذات الفضيلة 100,000 صلاة ليس في مسجد الحرم فقط، إنما مش مسجد الكعبة فقط، أي مسجد داخل الحرم، داخل حرم مكة، إن كان مسجد الحرم أو المساجد الأخرى القريبة، لكن تكون شنو؟ داخل الحرم، ما تكون في الحلم برا. مساجد مكة كلها اللي داخل الحرم كلها عندها فضيلة شنو؟ الصلاة 100,000 صلاة. نعم. إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى لحديث أنس رضي الله عنه رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، فقال بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الدعاء ده جامع لمجموعة من الروايات، ما هو رواية واحدة، مجموعة من الروايات مجموعة مع بعض، ولكن انت لو قلت بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لي، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، يكفي. ولو قلت كامل افضل، لكن هو ده بمجموع الروايات. نعم. وهذا الذكر والدعاء من مجموع الاحاديث في صحيح مسلم وسنن ابي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليله لابن السني وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل القاضي. نعم. ثلاثة، يدخل الحاج المعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يؤمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم في كل مكان، من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم. كأنها مركز للأرض، لاحظوا، كأنها مركز للأرض والناس حولها في شكل دوائر يصلون. والإنسان إذا دخل الكعبة ورآها ففي الصلاة ليس له إلا أن يستقبل عين الكعبة، وأما لو كان برا يستقبل جهتها، أما لو هو شايفها لا يستقبل إلا شنو؟ عين الكعبة. نعم. أربعة، إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد الطواف. لاحظوا في قيد هنا في الكلام، إذا دخل المسجد يعني دخلت مسجد الكعبة، التحية شنو؟ الطواف مطلقا. أي زول دخل المسجد تحية المسجد الطواف؟ أها، لمن يريد الطواف؟ لمن جاء حاجا أو معتمرا، ما يصلي ركعتين. أول ما دخلت فتحية الحاج أو المعتمر شنو؟ الطواف طوالي. أما من دخل المسجد ليصلي فيه، انت من اهل المدينه ام اهل مكه، او انت مقيم في مكه دخلت المسجد الحرام لتصلي، فالتحيه شنو؟ ركعتين تحيه المسجد. زمن الصلاه خلاص، نكتفي بهذا، نواصل ان شاء الله.